أبو هادي من تونس يقول البسملة في الفاتحة وفي قراءة ما تيسر. البسملة آية من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة التوبة فليس فيها بسملة، وأيضا هي جزء من آية سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي إذن آية من القرآن. لكن هل البسملة آية من الفاتحة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة. والدليل، الدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، يعني فاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لاحظ لم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. لو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا ظاهر الدلالة في أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وعلى ذلك نقول إنه يستحب الاتيان بها ولا يجب، ويتأكد الاستحباب خروجا من الخلاف، لأن هناك من الفقهاء من يرى أنها آية من الفاتحة. الاتيان بها أم الجهر بها يا شيخ؟ لا، الاتيان بها. وعلى ذلك رقمت في المصاحف على أنها الآية رقم واحد بناء على هذا المذهب الفقهي، وهي أنها آية من الفاتحة. وإن كان القول الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن نزلت للفصل بين السور. يعني شيخنا الكريم، من كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الاستفتاح وبدأ بالحمد لله رب العالمين، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة على القول الراجح. نعم.